أوديو لابي، شارك المعرفة. في هذا العالم الذي يديره أناس ودودون بشكل مفرط، غالبا ما نشعر نحن الصامتون بأنه يساء فهمنا، ونتعرض للتمييز والنبذ بسبب ذلك. أحد سلبيات الانطوائيين هو عدم معرفتهم بالمجالات التي يبدعون فيها. دعونا نلقي نظرة على بعض هذه السمات والخصائص الخفية والرائعة. أولاً، إجراء محادثات تحث على التفكير. غالباً ما ينظر إلى الانطوائيين على أنهم يفتقرون إلى المهارات الاجتماعية بسبب علاقاتهم الشخصية السلبية، ويدعم هذه الفكرة إزراءهم للمحادثات الصغيرة التافهة. ومع ذلك، يمكن للانطوائيين إجراء حوارات عاطفية وذكية للغاية حول الموضوعات ذات الصلة. ثانياً، كونهم مندوبي مبيعات فعالين. كيف؟ هل يتفوق الانطوائي في مهنة تتطلب تفاعلاً مستمراً؟ نعم، أن تكون جيداً ليس في التفاعل البشري المستمر، ولكن في الإلمام بعناصر العمل يجعل منك مندوب مبيعات جيد. كون الانطوائيين أشخاصاً يتمتعون بمعرفة عالية، فإنهم يستغرقون وقتاً لفهم منتجهم وعملائهم ونتائجهم بشكل كامل، وبالتالي يكونون على استعداد تام لأي أحداث غير متوقعة مثل الاعتراضات والأسئلة الحساسة. ثالثاً، رعاية الحيوانات. سواء كان ذلك كطبيب بيطري أو مجرد جليس للحيوانات الأليفة، فإن الانطوائيين بشكل عام يستمتعون بصحبة الحيوانات أكثر مما يستمتعون بصحبة البشر. إنهم نشطون عاطفياً، لكنهم يظهرون مثل هذا التعاطف فقط عند الحاجة. يفهم الانطوائيون بسهولة مشاعر الحيوانات، ويمكنهم تهدئة أكثر الحيوانات الآلفة اضطراباً من خلال التفاعلات غير اللفظية الصحيحة. رابعاً، المراقبة. عادة ما يكون الانطوائيون أول من يلاحظ أي شيء خارج عن المألوف أو عيوب في الأفكار والمفاهيم. يفضل الانطوائيون تحليل محيطهم بدلاً من التركيز على التحيزات، بحيث عندما يعبرون أخيراً عن مخاوفهم يجب أخذها على محمل الجد. وفي هذا السياق، وعبر الرابط في صندوق الوصف، ننصحك بمشاهدة حلقة 12 طريقة لتجعل أي شخص يحترمك على الفور. خامساً، أن يكونوا قادة عظماء. قد يكون هذا مفاجئاً، لكن الانطوائيين يمكنهم إدارة فريق بنفس فعالية المنفتحين. أظهر استطلاع للرأي أنه على الرغم من التحيز، ليس كل القادة الفعالين منفتحون. سادساً، إنهم عمال جيدون. يعطي الانطوائيون قلوبهم كاملة لأي نشاط في متناول اليد. إنهم يستمتعون بأداء مهمة واحدة لفترة طويلة من الوقت في بيئة سليمة بمفردهم، بينما قد يرتجف المنفتحون من هذه الفكرة. هذا يجعلهم أتباعاً فعالين أيضاً، حيث يكرسون أنفسهم لاستكمال مسؤولياتهم بشرط ألا يزعج وحدتهم أحد. سابعاً، الاستماع إلى مشاكلك. هل تحتاج إلى كتف تبكي عليه، أو مجرد شخص ما لسماع قصتك؟ يكره الانطوائيون الحوارات التافهة، لكنهم سيسعدون بإعطاء الوقت للاستماع إلى قصص الآخرين، لأنهم حساسون جداً للألم. إنهم يجيدون الانخراط في محادثة صادقة ومشاركة التعاطف والوقوف إلى جانبك إذا سمحت لهم بذلك. ثامناً، الاستشارة. بالإضافة إلى الاستماع، يتفوق الانطوائيون في مساعدتك على التعامل مع مخاوفك. يمكنهم بسهولة قراءة الناس. بينما يستمع الآخرون فقط، يحلل الانطوائي ويفسر أفكار المتحدث وأفعاله واختيار الكلمات والأفكار المسبقة. علاوة على ذلك، فإن تهدئة شخص ما لا يتعلق فقط بالحديث، إنه يتعلق بالفهم وبناء علاقات عميقة مبنية على الثقة،
والتعاطف هو ما يفعله الانطوائيون. وفي هذا السياق وعبر الرابط في صندوق الوصف ننصحك بمشاهدة حلقة 19 سمة للرجل عالي القيمة التي تميزه عن أي شخص آخر. تاسعا، التفكير قبل التصرف. ما هو أكثر إحراجا من أن تخدع نفسك؟ إنه إدراك أن مثل هذا العار لم يكن ليحدث لو أنك أخذت وقتا لتحليل الموقف وقمت بالرد المناسب. يفكر الانطوائيون قبل أن يتكلموا أو يتصرفوا أو يقرروا، إنهم يفكرون بعمق في عواقب أفعالهم، وعادة ما يكونون هم الشخص المناسب عندما يحتاج شخص ما إلى النصيحة. هذا ما يجعلهم مفكرين بشكل طبيعي. عاشرا، معرفة أنفسهم. نعلم جميعا أن الأشخاص الهادئين لديهم أفضل العقول، وبصرف النظر عن كونهم نقادا صامتين، فإن الانطوائيين يقومون باستمرار بمونولوجات داخلية ويقيمون أنفسهم وخياراتهم في مواقف الحياة اليومية، وبالتالي لا يعانون عادة من الأزمات الوجودية، ويمكنهم بسهولة معرفة نقاط قوتهم وضعفهم. إنهم يعرفون من هم وماذا يريدون وما هو مهم بالنسبة لهم. 11، إنهم أصدقاء مخلصون. الأصدقاء الانطوائيون لا يخونون. في الحقيقة هم لا يسخرون منك وراء ظهرك ولا في حضورك. كل أسرارك وعواطفك وأحلامك في أمان معهم. قد يكون للانطوائيين القليل من الأصدقاء، لكن هذه القرابة عميقة وطويلة الأمد وصادقة. يا لها من مجموعة مذهلة من الصفات لصديق رائع. إذا كنت صاحب شخصية منفتحة وتتردد في التواصل مع أقرانك الانطوائيين، فسوف تتفاجأ بقدراتهم. أما إذا كنت انطوائيا فكن فخورا. ليس لديك ما تشعر بالنقص تجاهه، لأن خلف هذا السكون تكمن عاصفة من المواهب. الانطوائيون لا يقدرون بثمن. المنفتحون يديرون العالم، لكنهم لا يستطيعون فعل ذلك بدون مساعدتنا الخفية. اكتشف أيضا عبر أوديولابي، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك. إلى اللقاء.